أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العلي العظيم. المؤسسون الذين أسس كل واحد منهم شيئا حسنا واحدا، هؤلاء يعظمون، يحترمون حتى بعد مرور قرون. هؤلاء عادة أناس، أشخاص عندهم صفات سيئة أو أعمال قبيحة. تاريخ خير شاهد، اقرأوا تاريخ هؤلاء الذين أسسوا لشيء حسن في مجال معين، في مجال هذا التأسيس لهذا الشيء الحسن تميزوا، أما في بقية الجوانب بعضهم كان عنده أعمال سيئة جدا، قبيحة جدا أو صفات سيئة. ولكن الناس يعظمونهم لأجل ذلك الشيء الحسن الذي أسسوا له. من بينهم هناك أناس أسسوا لشيء حسن أو لأشياء حسنة كثيرة وخلت حياتهم من القبائح، من الأعمال القبيحة أو الصفات السيئة، وبعضهم ما أسس لشيء واحد، أسس لأشياء وأشياء كثيرة حسنة. كم يجب أن يعظم هؤلاء؟ وكيف يجب أن يعظم هؤلاء؟ الشخص الذي أسس لشيء حسن واحد يعظم مع أن فيه ما فيه، فهؤلاء الذين أسسوا لمنهج حسن
يلزم أن يعظموا تعظيما بشكل آخر، ناهيك عن أنهم نظيفين جدا، ناهيك عن أنهم طاهرون نقيون. المثال الأبرز لهؤلاء الأنبياء والأوصياء. أقرأ لكم في هذا اليوم حديثا شريفا عظيما جدا جدا، مع ملاحظة أن هذا الحديث الشريف عن زمن النبي صلى الله عليه وآله، في ذلك الزمن قبل بزوغ نور النبي صلى الله عليه وآله على هذا العالم، ما كانت للأشياء قيمة، وهذا واضح، ما كانت للبشرية قيمة، الإنسان ما كانت له قيمة في مثل ذلك الوضع. لاحظوا هذا الحديث الشريف، الحديث الشريف هذا حديث ينقله الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتابيه الأمالي والعلل، علل الشرائع، بسند صحيح حسب تعبير البعض أعلائي، كل رجال السند ثقات فقهاء أجلاء. بسرعة أقرأ السند، في هذه القضايا لا نحتاج إلى النظر إلى السند، ولكن هذا شيء. يقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه: حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، شخصية مرموقة جدا. قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، شخصية مرموقة جدا. عن العباس بن معروف، شخصية مرموقة جدا. عن علي بن مهزيار كذلك. عن فضالة بن أيوب كذلك. عن أبان بن عثمان كذلك. عن محمد بن مسلم وهو أشهر من أن يعرف، واحد أحسن من واحد. عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال الإمام الباقر صلوات الله عليه، ينقل هذه القضية: ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله تبر، تبر الذهب والفضة، يعني قطع الذهب والفضة، الذهب غير المصوغ، الذهب غير المصوغ. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله تبر ومتاع، فقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه الصلاة والسلام: يا علي، ائت بني جذيمة من بني المصطلق، هؤلاء المظلومين، اذهب إليهم فأرضهم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وآله، ثم رفع قدميه فقال: يا علي، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك. النبي هكذا صنع، تفضل عليهم، لا تنظر إلى ما كان الجاهليون يعملون، لا عليك، تعامل معهم بالتفضل. فأتاهم علي صلوات الله وسلامه عليه، فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، أخبرني بما صنعت، ماذا صنعت؟ فقال: يا رسول الله، عمدت فأعطيت لكل دم دية، أي شخص مقتول أعطيت دية كاملة، 1000 دينار ذهب بس، لا، ولكل جنين غرة، الغرة جزء من الدية الذي يعطى للجنين، مقدار محدد، أي جنين هم قتل
أعطيت ثمن دمه خلاص بس؟ لا، ولكل مال مالا. هذا تلف عنده فلان شيء، ذاك تلف عنده فلان شيء، أعطيت في مقابل هذه الأموال خلاص بعد؟ لا. وفضلت معي فضله، زاد المال، فأعطيتهم. الله أكبر، مال إضافي أعطيتهم لأي شيء؟ فأعطيتهم لميلغت كلابهم وحبلت رعاتهم. هو البشر ما كان إلى قيمة، فكيف بالكلاب؟ فكيف بميلغت الكلاب؟ يعني الظرف، الصحن الذي يأكل فيه أجلكم الله الكلب، ميلغت كلب، أعوجت، أعطت ثمن ميلغت كلابه. وحبلت رعاتهم الأزمة، هذا الزمام حبل عادي عادة، أو شوية أحسن من العادي، الحبل الذي يجعل في فم الحيوانات الدواب. حتى هذا أعطيتهم خلاص؟ لا. وفضلت معي فضله، زاد المال، فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم. هذه المرأة خافت، هذا له ثمن، أعطيت مالا إضافيا لأجل أن هذه المرأة فزعت، خافت لأجل أن هذا الطفل فزع. هذا له حساب، لماذا هذا الشخص يلزم أن يفزع، أن يخاف؟ سيوف، قاتل، الأطفال يخافون، النساء يخافن. فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم. خلاص؟ أما خلاص. وفضلت معي فضله، زاد شيء، فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون. هذه حساباتها مبينة، لا أعطيت لما يعلمون ولما لا يعلم. خلاص؟ ما خلاص. وفضلت معي فضله، فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أعطيتهم ليرضوا عني؟ رضي الله عنك يا علي، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد. نبوة النبي صلى الله عليه وآله لها أدلة بالمئات. لنفرض أن كل تلك الأدلة غير موجودة، هذا الحديث وحده يكفي دليلا على نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. في ذلك الزمن المنحط أخلاقيا إلى القاع، أسوأ خلق الله أخلاقيا كانوا في ذلك الزمن. البشر كان أبعد ما يكون عن الإنسانية، القتل أسهل ما يكون ذلك الزمن، هتك الحرمات أسهل ما يكون، هذا يقطع ذاك، امرأة تأكل كبد إنسان. يعني لاحظوا الانحطاط، ليس رجلان، رجل لا يأكل، امرأة المفروض أنها رقيقة في ذاك الزمن. وفي أي مجتمع؟ في المجتمع الأسوأ الأشد انحطاطا، مجتمع شبه الجزيرة العربية في ذلك اليوم أسوأ مجتمع يعيش على الكرة الأرضية. من وسط هذا المجتمع الذي لا يفهم لا يدرك أبده بديهيات الأخلاق، يخرج شخص من وسطهم، يخرج شخص بهذا المستوى الراقي من الأخلاق. إخواني، هذا الشيء غير ممكن، هذا شيء مستحيل. شخص نشأ في هكذا أجواء،
في أجواء امرأة تأكل كبد إنسان. المجتمع هذا المجتمع كان يخرج بهذا المستوى من الأخلاق، هذا شيء غير ممكن، هذا شيء مستحيل إلا أن يكون نبيا مرتبطا بالله عز وجل، خارج عن هذا الإطار أصلا، خارج عن هذه البيئة، ولا غير ممكن، غير ممكن. وأية أخلاق، أخلاق بأي مستوى؟ وشخص في فورة قوته، وشخص شجاع، تعلمون إخواني الشجاعة هي تشجع على العنف، تشجع على الظلم، طبيعة الشجاعة هكذا. الإنسان الشجاع عادة إنسان عنيف، عادة شجاع رقيق، شجاع بهذه الدرجة من الأخلاق غير ممكن أصلا، مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله في قمة الشجاعة ذاك اليوم، النبي صلى الله عليه وآله في أقوى قوته، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، سيد الشجعان، يفكر حتى في روعة النساء والأطفال. هذا هو الدليل أصلا، ابحثه، فكر فيه، دليل، دليل على أن هذا الشخص ليس أرضيا، هذا الشخص سماوي، هذا الشخص مرتبط بالله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام التي يزعم أنها تصادف ميلاد عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، عيسى عندهم يسوعهم، فيه ما فيه عندهم، طبعا هم ينسبون إليه أشياء سيئة، أشياء قبيحة. عندنا عيسى نزيه، عيسى عظيم، عيسى نبي منزه نظيف نقي، عيسى المظهر الأهم في حياته عندهم وعندنا أيضا، أخلاقه. أما عيساهم يسوعهم ففيه ما فيه، أما عيسى كما عرفه النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذاك الشخصية الراقية في الأخلاق، ائت به بكل ما له من عظمة يكون تلميذا عند مدرسة الأخلاق هذه. الذي كان عند عيسى، لا أقول ما ينسبونه كذبا إليه من القبائح، لا لا، عيسى، عيسى أنا النظيف النقي، ما ينسب له من الأخلاق ائت به واجعله في هذا الصف، لتجد أنه تلميذ في مدرسة النبي والوصي صلى الله عليه وآله. الإسلام، أخلاق الإسلام يصلح أن تقدمه لأي زمن ولأي مجتمع، ولكن كيف تقدم هذا الشيء الراقي، كيف تقدمه؟ احنا عندنا مشكلة، مشكلة في المظهر. نحن الشيعة عندنا مضمون، عندنا واقع، عندنا مخبر أرقى من الراقي، أعظم من العظيم، ونهتم بذلك الجانب، وما أعظمه من جانب،
الواقع، ولكن مشكلتنا في المظهر. المخبر عظيم، المظهر أين؟ كيف؟ الإطار كيف؟ الصورة كيف؟ في هذا الجانب عندنا مشكلة. عندنا لعله أقول تهاون، عدم اهتمام. هذا الشيء الراقي بهذا المستوى كيف تعرضه؟ كيف تعرضه؟ العرض عندنا ضعيف. الناس ينتبهون، الناس يعرفون الحقائق، يعرفون الواقع. أبدا الناس ينظرون إلى الظاهر، عامة الناس هكذا يعرفون الواقع من منظار الظاهر، ولذا ينخدع الناس على مر الخط في شتى أبعاد حياتهم، حتى الأبعاد العادية. كم من الأطعمة الضارة التي مظهرها مظهر جميل الناس يأكلونها؟ كم من الأطعمة تعرفون؟ عشرات، مئات من الأطعمة، ملايين من البشر يأكلونها، مع أن مخبر تلك الأطعمة شيء ضار، موجود أم لا؟ بالمئات والآلاف موجودة، ملايين يأكلون. يتبين الناس ينظرون إلى المظهر، من المظهر ينتقلون إلى المخبر، إلى الواقع. كم من الطرق الانحرافية، كم من الطرق المنحطة جدا يتبعها ملايين من الناس بسبب وجود مظهر جميل. كم؟ في أي مجال حدث، في المجال الديني، في المجال السياسي، في المجال، في أي مجال، كم ينخدع الناس بالمظاهر؟ الناس ينظرون إلى المظهر. نحن مخبرنا، واقعنا جدا عظيم، بلا شك واقعنا هذا الواقع، واقعنا هكذا نبي صلى الله عليه وآله، واقعنا هكذا إمام صلوات الله وسلامه عليه، واقعنا شيء أعلى من الإنسانية، درجة مرتبطة بالملائكة هذه من الأخلاق. عندنا هكذا واقع، ولكن هذا الواقع إطاره، مظهره، الديكور لهذا الواقع أين؟ كيف؟ كم وكيف؟ أولا كم؟ هذا الحديث الشريف وأمثاله، لا أقصد هذا الحديث بالذات فقط، هذه المعاني كم وصلت إلى العالم؟ كم من؟ هذا كم من؟ ثانيا كيفا؟ هذه الصورة كيف ننقلها؟ عندنا مشكلة في المظهر بخلاف آخرين. مخبر فاجعة، مخبر سيء، والمظهر مظهر كبير. من غير المسلمين، حتى من المسلمين، لا تكشفن مغطأ كما يقول الشاعر، فلربما كشفت جيفة. هذا موجود أم لا؟ خليه مسكوت عنه. في غير المسلمين وفي المسلمين أيضا، اهتمام بالواقع شيء حسن، اهتمام بالظاهر بالمظهر. الإسلام دين يصلح لكل العصور، لكل الأمم. القرآن الكريم بصريح العبارة يقول: وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكل الناس، لكل العصور، لكل الأزمنة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يسمي النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خاتم النبيين يعني ماذا؟ يعني هذه النبوة لكل الأمم إلى يوم القيامة، هذا معنى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دينا في كل العصور، في كل المجتمعات، هذا الدين لكل الأمم
الدين يصلح أن يكون لكل الأمم لكل العصور، ولكن عرضنا العرض لهذا الدين ضعيف، لا أضعف من الضعيف. كم من ضعيف؟ الصوت لا يصل إلى كثير من الناس. كيف ضعيف؟ كيفية الطرح. الأمم الأخرى عندهم عظيم، نص، ربع، عشر، عظيم في بعد غير عظيم في أبعاد ثانية، وهكذا يعظمونهم، أو أصلا ليس عظيما ويعظمونه. ونحن عندنا خيرة خلق الله. أنا المسلم، لا فقط أنا المسلم أقول هو خيرة خلق الله، هم خيرة خلق الله، لا، اعرض هذا التاريخ على العالم، العالم سيقر بأنهم خيرة خلق الله هؤلاء. هذا الشيء الراقي الموجود عندنا عرضنا فيه مشكل، عرضنا له فيه مشكل. نحتاج إلى إعادة منهجية في تفكيرنا في العرض، كم من وكيف. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. بقيت الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو كافة للناس حسب ظاهر هذه الآية المباركة الحاصرة، حسب الروايات الشريفة المفسرة لهذه الآية المباركة. هذا خاص برسول الله، إيه؟ إبراهيم أيضا كان لكل الناس، كافة للناس كان. موسى وللعازم أيضا كانوا لكل البشر. لماذا هذه الآية تجعل حصرا، والروايات المفسرة لها طبعا تجعل حصرا هذا الشيء، حصرا للنبي صلى الله عليه وآله؟ لأنه الصحيح موسى، عيسى، إبراهيم، نوح، هؤلاء كانوا لكل البشر في فترة، في زمن، ثم جاءت شريعة نسخت تلك الشريعة، خلاص انتهى أمدها. أما خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فهو للناس كافة على إطلاقها. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا جميع معاصيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة هذا الدين ولخدمة آل الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن يعجل فرج مهدي آل محمد.